ياتي سرابلي سمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي يحتل المركز الاول، ها هو مقصص بينما في عمليه تضميره سهيل بن سالم العامري اللي يقترب من المركز الاول ليقتنص فرصه بالناموسي والانتصار. المركز الثاني ياتي مشوش على ثاني المراكز تعود ملكيه مشوش لهجن العاصفه، بينما في عمليه التضمير ياتي الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما مفجر يحتل المركز الثالث لهجن العاصفة والتضمير لدى الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع نقله مشاهدينا الكرام الى معزم يحتل المركز الرابع في هذه اللحظات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، بينما في عمليه تضمير سالم بن مطر بن حاده الاجتبي. والمركز الخامس، هو الكايد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي الحميري من يتابع في عمليه التضمير. والمركز السادس هناك مليح لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيفان الهيان المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه النتيجه حتى هذه اللحظات حولنا الكريم مشاهدينا الاعزاء، بينما المركز السابع متعب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتضمير لسالم بن حمد بن هيان العامري يحتل المركز الثامن في هذه اللحظات، و تاسع المراكز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والمركز العاشر لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي يحتل المركز العاشر. هكذا كانت النتيجة في الانطلاقات والتحديات والمنافسات، منافسات قوية وأعداد كبيرة ومشاركات من خلال الانطلاقات والتحديات. هكذا أيها الحول الكريم نقترب بحضراتكم من انطلاقات هذه الأشواط والتحديات، ولكن نسير إلى المركز الأول، نسير إلى قمة هذا الشوط بالمنافسة الجميلة والتحدي. هناك على المقدمة حصل تغيير، تغيرت النتيجة وسارت هجن العاصفة إلى المراكز الأولى كالعادة، دائما في المنافسات والتحديات. وها هو مفجر الآن ينتزع المركز الأول ويسير إلى صدارة الشوط. هنا مفجر لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير من يتابع في عملية التضمير، بينما كذلك متابعة ثنائية من مشوش اللي يحتل المركز الثاني واكيد يشوش على رادارات المشاركين، ولكنه في النهاية يأتي بالقمة ويأتي بالأداء المميز الجميل اللي ما يتعب المضمر ولا يتعب المتابع، يازم في مقدمة الشوط ومن ثم يكمل المشوار نحو خط النهاية بالتفوق والانتصار. المركز الثالث، الكايد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوب يضمر الكايد عتيج بن سالم بالعرض الحميري. والمركز الرابع وصل الان من اشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، عمليه التضمير تعود لمطر بن سيف الله حج الهاجري. المركز الخامس هنا تقدم مليح لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف ال نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير، بينما هناك في المركز السابع للسيد صاحب السمو الشيخ محمد رايد المكتوم والمضمر سالم بن مطر بن حاضر الاجتبي. نعود إذن بحضراتكم مشاهدينا الكرام في سلسلة هذا الشوط، في منافسات هذا الشوط وفي فيلم هذا الشوط، ولكن البداية حصل تغيير من نشوان، يندفع هنا نشوان في صدارة الشوط لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع المضمر المنتشي مطر بن سيف باللاحج الهاجري اللي غير النتيجة مباشرة إلى المركز الأول في ظل هذا الهدوء اللي يسير في هذا الشوط. في ظل هذا الهدوء ما شاء الله تبارك الله إنه نشوان على مقدمة هذا الشوط ليحتفل بالمركز الأول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوب. مطر بن لاحج الهاجري يقوده في عملية التضمير. المركز الثاني مفجر يحتل المركز الثاني، 1200 وصلنا مع خط التحركات، مع خط الانتظار، ومفجر في المركز الثاني هجن العاصفة، مشوش في المركز الثالث من هجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير، بينما الكايد يحتل المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم.
الآن ننتظر التعليمات على هذه الجعادين في الانتقال والانتصار. شوط الختام، شوط الختام، أكيد هناك من يستعد لهذا الشوط، من يأتي منطلقا، ولكن نشوان لا يزال هو المسيطر، لا يزال هو القادم إلى خط البداية بكل قوة. نشوان لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، لكن هجوم من هجن العاصفة، هجوم من قبل مفجر، هجوم من قبل مفجر، مفجر يحتل المركز الأول ويستعيد البداية، البداية، إنه البداية، إنه المركز الأول، إنه العشق الذي لا ينتهي مع هذا المركز، مع هذا الموقع، إنه مفجر من هجن العاصفة، هجن العاصفة التي تتقدم دائما وتقدم المزيد من السلالات، المزيد من المسميات، والمزيد كذلك من هذه السباق. أكيد بلا شك يبدأ السباق وينتهي العاصفة مع هجنة. عموما على كل حال مفجر بدون منافس على الإطلاق والانطلاق، نعم بالواثق وتضميره بالفعل، يوفن السبك ولا يخلف، النعم بالواثق وتضميره. عموما على كل حال ها هو مفجر في المركز الأول بدون منافس على الإطلاق، كما نتابع ونشاهد في هذا المنطلق وهذا التحدي المثير، التحدي الأخير لهذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير على خطف المركز الأول من خلال تواجد مفجر، تهانينا والناموس. المركز الثاني نشوان لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث مشوش من هجن العاصفة، بينما الانتظار للبقية التي تصل في هذه المنافسات. المركز الرابع يأتينا متعب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، هذا المركز الرابع. والمركز الخامس هنا تقدم مليح لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. هكذا كانت النتيجة حبلنا مشاهدينا الكرام، لكن نعود بحضراتكم إلى لحظات الإعادة لهذا الشوط والتوقيت الزمني الذي حضر في منافسة الختام في هذه الانطلاقة. نشوف التوقيت الزمني 8:03، 8:08. تهانينا والناموس الهجن العاصفة على فوز مفجر بالمركز الأول، كذلك التهنئة للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما اللي حل في المركز الثاني يأتي مشاهدينا الأعزاء نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. ومع عملية التضمير يأتينا مطر بن سيف بلاحج الهاجري، حيث قدم من مسافة 5 كيلومترات التوقيت الزمني الخاص بنشوان، حيث استطاع أن يقطع هذه المسافة توقيت زمني مقدار 8:10 وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما اللي حل في المركز الثالث من خلال هذه الانطلاقة مشوش من هجن العاصفة، حيث حضر في ثالث المراكز مع منافسات الختام الصباحية في هذا اليوم مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، حيث استطاع أن يقدم الأداء المميز، الأداء الفريد.